قام بيتهمك بالكذب. ايوه يا فندم، وبعدين انا عايزه اتهمه بحاجه. مروان بعد موت عمي عبد الحكيم زور ورق بيقول ان عمي عبد الحكيم باع له كل حاجه، وان احنا ملناش اي حق في البيت الكبير ولا في ورث ابويا. انا عايزه بقى النيابه تحقق معاه في الموضوع ده، ومش هو وبس، هو والمحامي المحترم اللي عمل معاه اللعبه دي. وبعدين في حاجه عايزه اقولها لحضرتك، حضرتك لو عرفتها هتعرف فعلا ان انا عندي حق. ايه هي؟ مروان عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر ياخد كل حاجه في عيبه دخل اخوه حسن مستشفى المجانين، وفي ورق رسمي بيثبت الكلام اللي انا بقوله ده. وبعدين بقى بعيدا عن كل ده، انا اصلا ما عنديش اي توقيع على الورق اللي هو بيتهمني بيه. يعني انا هعرف مثلا ان انا ازور توقيع فريده، لكن كمان هزور توقيعي؟ روقي يا ماما، خلاص بقى ان شاء الله هنلاقي حل. بقول لك انا بكلم ريتال ما بتردش عليا. ما اعرفش عنها حاجه يا بنتي، ما شفتهاش. دي المفروض ان هي كانت عندي في مصر وراجعه مع مروان. راجعه مع مروان؟ ايوه. وانا كمان بطلبها ما بتردش، في ايه؟ وبعدين بقى واحده ما اعرفش عنها حاجه والتانيه مرميه في الحجز. جيبي العواقب سليمه يا رب. انا تعبت يا بنتي، وافتحي يا زينب. استغفر الله العظيم يا رب. شهد حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. ايه، كنت فاكره ان انا هيقدر يرميني في السجن ولا ايه؟ بنتي حبيبتي الحمد لله على السلامه. وحياتك عندي يا كريمه، لا دخلوا السجن. مش بس كده، ده انا هعلقه على حبل المشنقه وخليه يتمرجح زي العجل اللي متعلق عند الجزارين. خرجتي ازاي؟ بكفاله، بضمان محل الاقامه. عايزه منك طلب يا ماما. قولي. عايزاكي تطلعي من هنا وتبلغي ان مروان عايز يموتني. ابلغ مين؟ تطلعي الاسم وتروحي تقولي لهم ان انا رحت لمروان، وان حصل خناقه كبيره جدا بيني وبينه هناك، وان انت خايفه عليا، وتجيبي قوه وتطلعي جري على الشونه. فهمت فهمت، انت عايزه تعملي ايه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي، حاضر.